حالة السكون والتعود على نمط معين لعيش الحياة والاستسلام للقيود والسلاسل المفروضة علينا لن توصلنا إلى نتائج الانبهار التي لطالما عشناها في مخيلتنا. القالب الذي نسكنه قد ضاق علينا، وكل ما نفعله هو التعود على الضيق ونحسبه راحة، وأفكارنا بدأت باعتبار هذا الروتين الممل هي ما كنا نطمح إليه يوما ما. إذا لم نستطع تغيير أنفسنا نحو الأفضل رغم صعوبة الوضع والظروف، فسنبقى ساكنين لذلك الصندوق متوافقين معه، راضين بمحدودية قدراتنا، معتبرين كل ما هو خارج صندوقنا خلق من أجل غيرنا فقط. إذن التحرر من سيطرة الجمود الفكري والانتقال إلى مديات بعيدة والتحليق عاليا بأحلامنا وأهدافنا وقدراتنا يجب أن يكون الآن، نعم الآن، من غير انتظار تهيئ الظروف. الظروف لن تتهيئ والأوضاع لن تتحسن، ولا وجود لمنقذ أو بطل سينتشلنا ويضعنا على طريق الأمل. المهمة كبيرة وصعبة وتحتاج إلى مقومات وعوامل للشروع بتنفيذها، لكن إذا جزأناها إلى أجزاء صغيرة وعملنا جادين على إتمام أكبر عدد من تلك الأجزاء بأسرع وقت، سنصل بسهولة إلى الهدف الأكبر والأسمى. سنتدرب ونحن نعمل، سنتحسن ونكتسب الخبرة اللازمة، وسنستمتع ببعض المهام ونحن ننجزها. نستغل الوقت والطاقة والجهد، نقدس ما نعمله فهو قيمتنا. لا مجال للتراخي أو المماطلة، فالوقت ضيق. ولننظر بعيدا عاليا خارج صندوقنا، فالحياة أكبر وأوسع وأجمل وأروع من تلك النظرة الضيقة التي عرفناها عنها ونحن قابعين داخل قالب. فلنعشها كما يجب أن تعاش. أحلامنا، عملنا، سعينا، اجتهادنا، مثابرتنا، إصرارنا هو ما يوصلنا إلى ما هو أجمل.